اليوم أن نكون متواجدين في هذا الحفل الجميل المنظم من جمعية عديدة، رغم أنها شابة ولكنها عديدة لأنها تنظم مهرجانا دوليا في موضوع جميل جدا وهو فنون الشارع. حقيقة هذه مبادرة طيبة، ونتمنى لمدينة مراكش أن تعرف عدد كبير من هذه التظاهرات. اسم أيوب ماتيا، مدير مهرجان مراكش الدولي لفنون الشارع في دورته الخامسة. أولا كنشكركم على الحضور والمتابعة، وبغيت نقول بأنه الدورة تاع هذه السنة هذه كتمتاز بواحد التيم اللي هنا، هو التيم ديال موضوع الزلزال اللي ضرب مدينه مراكش والحوس. المهرجان ديال هذه السنه كيمتاز بتنوع الساحات. عندنا ساحه القزادريه اللي كان باب الملاح، عندنا ساحه المصلاه سيدي يوسف علي، عندنا ساحه ديال باب حمر، عندنا في الاخير يوم الاحد عندنا نشاط فني مع اطفال ديال مدينه الحوز اللي عندنا مقيمين في مدينه مراكش. غادي يكون واحد النشاط ترفيهي زوين لهم، في العديد من الورشات، الرسم، اعاده التطوير، كيفيه التصوير. عندنا كذلك ورشات ضمن المهرجان في الجامعه ديال القاضي عياض، في جميع مختلف المواضيع التي تهتم بالشارع والفضاء. كذلك عندنا التنوع ديال المهرجان، تيمتاز بتنوع ديال الدول. عندنا البرتغال، مشاركه معنا دوله البرتغال، دوله بولندا، دوله امريكا، دوله تونس وسويسرا، وكذلك المملكه المغربيه. كنشكركم بزاف، وكنتمنى تكون المتابعه ديالكم معنا الايام المهرجان التي تمتد ما بين 8 و 10 في جميع في مختلف ثلاث الفضاءات اللي عندنا في مراكش. شكرا لكم. ايوا مسكين بلا كنت كيزير تحت ما داتي، لا من يصوب النار ولا ما يعتمد. قال والله ما نزيد حتى نزوق في التجاره ديالي، مشى هو يشري واحد النابوس بقى يضربو ويغوت يصيح ويعاود وسط المدينه، شربها من الزبيب اللي قصد باب الله ما يخيب، ولا يحفر شي حفره يطيح فيها، شربها من الزبيب اللي قصد باب الله ما يخيب، ولا يحفر شي حفره يطيح فيها. انت تقري واحد قلت التجار، قال لي اجي هذاك الكراب، اعطيني شويه من الماء ديالك. شوف هذاك التاجر يلا عمرني وانا ذقت بحال هذا الماء، زيد سقيني وسقي هذا وسقي التاجر الفلاني وسقي هذاك وسقي الاخر. ما جات فيهم طلع عليه الساعه حتى سالا كاع الماء اللي عنده في ديك القربه. ايوا رجل بالماء اللي كثير في الجيب ديالي. ما تنسوش تابوناو فلاشين وتأكتيفو الجرس باش يوصلكم الجديد من فيديوهات المغربي اليوم.